تراجع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، خصوصا الدولار والريال السعودي، أكثر العملات الأجنبية تداولا في السوق اليمنية. وفر البنك الدولار السعودي للتجار مما قلل انخفاض الطلب من التجار، فكلما وفر البنك المركزي اليمني العملة للتجار كلما يخف الطلب من التجار، فبالتالي تنخفض سعر الدولار مقابل اليمني. إعلان رئيس الوزراء وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية كان العامل الأبرز وراء هذا التراجع الملحوظ وتوفر العملة الصعبة التي يتطلبها التجار لاستيراد السلع الأساسية. قرار الحوثيين بمنع تداول العملة القديمة بمناطق سيطرتهم أدى إلى انتقال العملة الجديدة كامل إلى مناطق الشرعية، مما أدى تضخم بالريال اليمني وأدى إلى انخفاض مقابل العملات الأجنبية الدولار والسعودي. الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة لم تنعكس على أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا جنونيا مع ارتفاع قيمة الصرف، بل ظل التجار يرفعون أسعار المواد الغذائية في ظل غياب دور الجهات الرسمية في ضبط المتلاعبين. السكر كان ب 13000 الآن ب 17500، الزيت كان ب 9000 الآن ب 13000، بضاعة كثير زيادة. الحليبات البتهاي برضه زيادة في البسكوت 12%، في السمن 10%، بالصوابين 10%، بضاعة كثير. يعني خلاص التجار لما يشوفوا البضاعة الدولار يزيد على طول يرفعوه، ولما ينقص ما ينقصش على التجار الكبير، ما ينقصش السريع. ما نقدرش نشتري لنا لا قطمة سكر ولا نقدر نشتري لنا طحين ولا حاجة، عيالنا ما هي تقول مو عملوا لنا ولا عملوا لنا حاجة. نرجي من الناس المسؤولين يراقبوا أصحاب التجار هذا يرخصوا لنا بالمواد الغذائية ولا نقدر نشتري أي حاجة. أسعار المشتقات النفطية هي الأخرى ارتفعت بما يقارب 20% عن الشهر الماضي، مع غياب تام لدور شركة النفط فيتايز بالنظر إلى أن المشتقات المتوفرة في السوق المحلية توفرها السوق السوداء. تنخفض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فيسارع التجار إلى استغلال ذلك لرفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. ومع تراجع قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لا تعود الأسعار إلى طبيعتها، بل تظل في تزايد مستمر. يبقى المواطن ضحية جشع التجار وغياب الدور الحكومي الرقابي. فواز الحمادي، قناة بلقيس، سعيد.